مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية بالعناوين: رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن مخصصا لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام والحالة الصحية في البلاد وتحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة. وضمن جهود مكافحة وباء كورونا، تواصل حملة التلقيح عبر مختلف مناطق الوطن، وكاميرا التلفزيون ترصد مدى الامتثال بتدابير الوقاية في المطاعم والمحلات التجارية. وتحسيناً للخدمات الطبية بغردايا، مشاريع هامة لإنجاز 3 مستشفيات و5 عيادات متعددة الخدمات. تقطير الزيوت النباتية والعطرية بالبليدة أنموذج ناجح للمشاريع المبتكرة واستثمار واعد استفاد من برامج دعم وترقية المقاولاتية. من وحي القصبة العتيقة، اللمسات الإبداعية للفنانة التشكيلية بسمة تعيد الحياة والجمال لدار الحمراء. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، يترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام والحالة الصحية في البلاد وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة. في التعاون، تحدث أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة مع نائب مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، وقد شكلت المحادثات فرصة للإشادة بالمستوى المتميز لعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية. كما تحدث العمامرة هاتفيا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، حيث سمحت المحادثات باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها، إلى جانب بحث آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها. العمامرة وفي اتصال هاتفي جمعه مع نظيره وزير خارجية النيجر هاسومي مسعود، استعرض مستجدات الوضع في المنطقة على غرار الأزمة الليبية وكيفية التنسيق لمرافقة الإخوة الليبيين في إيجاد حل للأزمة بعيدا عن التدخلات الخارجية بكل أشكالها. كما تحدث العمامرة هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية تشاد شريف محمد زين، وتناولت المحادثات عدة مواضيع تتعلق بالعلاقة الثنائية وكذا بالأوضاع في جوارنا الإقليمي المشترك وسبل إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تقوض الاستقرار في المنطقة. وبخصوص آخر حصيلة لوباء كوفيد-19 في بلاد، سجلت أمس 1307 إصابات جديدة بالفيروس و41 حالة وفاة رحمهم الله، هذا فيما تمثل 787 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه أمس بيان لوزارة الصحة. وللحد من انتشار الفيروس، تتواصل عملية التلقيح عبر الوطن، حيث تشهد مساجد ولاية بشار توافدا كبيرا من قبل المواطنين لتلقي اللقاح. دنيا نوالي. تواصلا مع البرنامج المسطر لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تفتح المساجد أبوابها بولاية بشار لفائدة المواطنين، وهذا من أجل أخذ الجرعات الأولى للقاح.
إلى حد الآن عندنا أكثر من 20 مسجد على مستوى ولاية بشار نظمت بها العملية. عدد الملقحين إلى حد الآن بلغ 1700 ملقح، والعملية مستمرة لأنها تعتبر الوسيلة الأنجع من أجل كسر هذا التحور وهذا الإصابة بفيروس كورونا. كذلك نبتغي من خلال هذه العملية تلقيح أكبر عدد من الساكنة من ساكنة بشار، وفتح فضاءات أخرى خارج المستشفيات. وفور انطلاق عملية التلقيح لقيت المبادرة إقبالا واستحسانا من طرف مختلف الفئات العمرية. بعد قدمنا إمام النداء باش نجي نضربوا هذا اللقاح تاع كوفيد 19، بعد ما كنت خايف شويه، من بعد درت الكوراج في المرض كثر باش نحمي العائله نتاعي ونحمي نفسي من هذا المرض. مبادره مليحه داروها لنا هنا في الجامعه قريبه الحي، الناس كاع جات دير الفاكسان، والحمد لله على الدوله تاعنا، الحمد لله موفر لنا كلش. ويبقى الرهان حول وعي المواطنين، وذلك بالامتثال للإجراءات الوقائية والقواعد الصحية على غرار التلقيح وارتداء القناع الواقي. كما نظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين بيتندوف مبادرة لعملية التلقيح ضد فيروس وفيروس كورونا على مستوى مقاضي النقابة وسط إقبال كبير للعمال. عمار تواكين. احتضن مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتندوف عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وسط إقبال كبير للعمال والمتقاعدين ووعي كبير بضرورة التوجه لتلقي اللقاح لتحقيق المناعة الجماعية. العملية هذه قامت بها اتحادية العمال العمال الجزائريين، مشكورين على المبادرة، تحمينا وتحمي ابنائنا وتحمي جيراننا وتحمي محيطنا. نطلب إن شاء الله الناس باش بهذا الفاكس هذا ما تحت أهمية كبيرة، وهو حماية للأهل، حماية للبلاد، حماية الاقتصاد، حماية لكل شيء. زينا باش نديروا عملية التلقيح هذه، والحمد لله تمت في ظروف حسنة وفي تنظيم حسن. نقول للمواطنين كاع يجوا يلقوا، هذا مرض خطير والتلقيح لازم باش نحموا نفوسنا وولادنا وعائلتنا. الرسالة التي نوجهها للمواطنين هو الحضور بكثافة لعملية التلقيح، لأن السبيل الوحيد للمناعة الجماعية. بينما تسعى جائدة نقابة العمال إلى تشجيع أعضائها في الانخراط وبقوة في عملية التلقيح. ارتأت أمانة الولائية لولاية تندوف وبالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أن تضع بصمتها في هذا البرنامج الوطني، وأن تدعو كافة عمال ولاية تندوف للانخراط في عملية التلقيح. هذه الحملة اللي إن شاء الله رانا رافعين فيها التحدي ونأمل منها الكثير، وكونها الحل الوحيد اللي بين أيدينا حاليا في بيئة مهما سعيت أن تتخذ من الوقاية سلاحا لازم يواكب اللقاح. لتبقى اتباع تدابير الوقاية وتلقي اللقاح السبيل الأنجع لحماية وسلامة صحة المواطنين. وبوهران نظمت مديرية التربية بالتنسيق مع مديرية الصحة عملية تلقيح لصالح عمال قطاع التربية. الياس بن زيان. هم مختلف أفراد الأسرة التربوية بمقر مديرية التربية لولاية وهران، عمال وأساتذة حضروا من أجل تلقي الجرعات الأولى من التلقيح. هذه العمليات تدخل في إطار التدابير المتخذة من طرف السيد مدير التربية لمكافحة جائحة كورونا، وستباشر هذه العملية على الجميع وعلى كل موظفي قطاع التربية ببرنامج سيتسطر لاحقا وسيتم تبليغه للمؤسسات المعنية. فيما يخص اللقاح هو لقاح عادي ككل اللقاحات اللي فتنا عليهم في صغرنا، واللي ينجم يتلقاح كاين مراكز الدولة، هي دايرة مراكز كثيرة على ربع الوطن يتقدموا، ما كاش أي مشكل. هم مال السلك التربوي يوجهون نداء بالمناسبة بأهمية التلقيح. قمنا بالحملة بالتلقيح الأول وفي انتظار الثاني. من هنا نوجه نداء إلى جميع المواطنين بتلقي التلقيح، لأنه أصبح ضرورة أكثر من القصوى في هذه الظروف، في هذه الجائحة. لذلك أصبح ضرورة ويجب علينا التلقيح. مثل هذه المبادرات نرجو أن تعمم عبر القطر الوطني. ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية بولاية الجلفة تضاعف جهودها ميدانيا للتحسيس والمراقبة لمدى تطبيق إجراءات الوقاية بالمحلات التجارية والمطاعم. مريم بن عبد الرحمن.
تتواصل عملية التوعية للحد من تفشي فيروس كورونا، حملة تحسيسية نظمتها مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية بولاية الجلفة لمراقبة الإجراءات الصحية ومدى تطبيق التدابير الوقائية. عملية التحسيس مست مختلف المحلات التجارية وخاصة المحلات الكبيرة التي تشهد إقبال كبير من المواطنين، دون الإغفال بأن هناك ثاني جانب ردعي للمخالفين لعدم وضع الكمامة أو من المحلات التجارية. نتمنى من كافة المواطنين بارتداء الكمامة خصوصا عند زيارة المراكز التجارية، عند التنقل عبر وسائل النقل الحضري سواء السيارات أو الحافلات، أيضا داخل يكون داخل البيت نتاعو دائما يعقم يديه. دائما مصالح الحماية المدنية تناشد كافة المواطنين والمواطنات بضرورة التقيد بقواعد السلامة لتفادي انتشار وباء كورونا كوفيد 19. الحملة جابت مختلف المحلات التجارية والمطاعم ومستعملي الطرقات للتوعية بضرورة الالتزام بقواعد السلامة الصحية. دير البافات منش دخل القاشي داخل المعقم، نحافظوا ندير مسافة الأمان. الإجراءات هذه من إجراءات الوقاية، البافات والتباعد. أنا يجي طالع نقول له دير البافات ولا ما تطلعش، دير المعقم، دير الرجال، دير الجفافة عند الباب، نتعامل بالصرف بالمحلول والخدمين قابلي بابات. بمثل هذه الحملات التحسيسية التي من شأنها رفع درجة الوعي لدى المواطن لتفادي زيادة الإصابات بهذا الفيروس. أصحاب المطاعم بالعاصمة بدورهم حريصون على احترام البروتوكول الصحي من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء. فوزياتات. يدخل إجراء منع الأكل داخل المطاعم ومحلات بيع الأكل السريع في أسبوعه الثاني، وأصحاب هذه المحلات ملتزمون بهذا النظام الصحي حفاظاً على حياتهم وتطبيقاً للقانون. رانا نخدمه الحمد لله بما يعني ينص عليه القانون، نبيع امبورتي ممنوع تدخل، رانا نستعمل لي بافيت، نستعمل لي جل، الحمد لله. في طلبات، نعم في طلبات، نديرهم امبورتي، تسمى لي كليون داخل في لي طابل كدا كاع ممنوع. رانا دايرين كاع الاجراءات وان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء. الاجراء جاء بعد تسجيل ارتفاع حالة الاصابة بالفيروس في الايام الماضية، فكان من الحرص العودة الى هذه التدابير الوقائية. هم يشوفوا في التلفزيون غير يطلع الموتى يزيدوا، ثم هما ولاو ياخذوا حذرهم بلا ما نهضروا معاهم حنا، هما ولاو ياخذوا حذرهم. سمعت المشاكل مع لي كليون ولا الحمد لله، والمؤسسات اللي موافين ياكلوا عندنا يعيطونا بار تليفون ندوا لهم عندنا حتى مشكل. الزبائن ثاني يعني احنا نوصيهم يعني ما يتجاوزوش الحدود، وعليهم هم متقدرين الوضعيه احنا نتبعوا الاجراءات، نتبعوا المسافات، التباعد بين الاشخاص. التقيد والانضباط واحترام ما فرضته الجهات المعنيه لحمايه المواطن انما هو المساهمه بطريقه او باخرى بتوسيع دائرة الوعي وتحمل المسؤولية. وبميناء بجاية وعلى الساعة 8 تماما تنطلق صافرة البواخر لتنبيه المواطنين بدخول وقت الحجر الصحي، فيما تحرص مصالح الأمن على تطبيق إجراءات الحجر. منال عبديش. هذه الصافرات إذانا بدخول وقت الحجر الصحي بولاية بجاية. الساعة تشير إلى 8:00، إلا أن البعض لم يحترم هذا الإجراء ولكل مبرراته. كي خرجت خرجت على الثالثة تاع العشية هكذاك، قلت نصيد شوية هكذا، تلحق على 8 والله نروح نروح للدار والآخر، ومع صيادة والآخر على بالك نسيت كاع شحال راهي الساعة، راهي الساعة غير وحكموني أنا كونفينمون وعندهم وعندهم الحق ثاني. لا ماشي لافو تاعي، أنا كيما يقولوا راني خدام هكذا نون سولمون، دوزيام دي شوز مانيش خرجت هكذا باش نحوس ولا باش ندور ولا خرجت من الخدمة، راني رايح قبالة للدار. لا حقهم يدير لي المخالفة هذه، وأنا ثاني نتقبل هذه المخالفة. اختراك شي ما يقولون راني مع القانون، ما عنديش اوتوريزاسيون، ما عندي والو. ولردع المخالفين والتاكيد على ضروره الالتزام بتدابير الحجر، عين ساهره ومراقبه. اللي ما يحترمش المواقيت، هاد المواقيت ما كاين اجراءات نتخذوهم ضد هاد المخالفين، كاين نحرر لهم مخالفات جزافيه تقدر ب 10,000 دينار جزائري،
والمركبه دونك راح تكون بالمحشر زائد تعليق رخصه السياقه الخاصه بالسائق. مجهودات مختلف القطاعات لاحتواء الوضع الصحي وحدها لا تكفي، بل يلزمها كذلك وعي المواطنين، فمكافحة فيروس كورونا والخروج بالجزائر إلى بر الأمان يتطلب مساهمة الجميع دون استثناء. ولتقليل من الضغط الذي تشهده المستشفيات، ولاية غدية تتعزز بمنشآت وهياكل صحية جديدة. أكثر تفاصيل مع خالد بن قرينة. قطاع الصحة بولاية غدية سيتدعم بعدة هياكل ومنشآت نوعية من شأنها تحسين وترقية الخدمات الطبية لفائدة سكان المنطقة. تدعمت ولاية غردية بعدة مشاريع لقطاع الصحة، المشاريع التي تدخل ضمن إطار برنامج الاستثمار في الولاية. هذا البرنامج الذي يحتوي على إنجاز عدة مستشفيات، أهمها مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية، ثانيا مستشفى 120 سرير بمدينة القرارة، ثالثا مستشفى 60 سرير ببريان. كذلك هنالك عدة عيادات متعددة الخدمات والبالغ عددها 5 عيادات. هذه المنشآت جاءت تلبية للاحتياجات المسجلة في القطاع ولترقية الخدمات الطبية المقدمة للمواطن وتخفيف الضغط عن هياكل صحية أخرى. اليوم ولاية غردية يعني عندنا اكتفاء في أطباء النساء والتوليد في كل مستشفيات الولاية، عندنا أطباء اكتفاء في أطباء الإنعاش والتخدير، عندنا يعني أطباء في الأشعة بالنسبة للمستشفى المثيلي ومستشفى مقر الولاية، في انتظار يعني تنصيب أطباء بمستشفى القرارة. مرافق صحية من شأنها توفير الرعاية الطبية اللازمة والتكفل الأمثل والحسن لمرضى ولاية غردية. في مجال الاستثمار وبتقنيات جديدة تعتمد على دمج الألياف الزجاجية في صفائح الجبس، ينفرد مصنع مختص في سيدي بلعباس بتموين احتياجات السوق الوطنية بهذه المادة. سيف الدين بن زاد. بتكنولوجيا عالية وفريق عمل متميز، يتفرد هذا المصنع بولاية سيدي بلعباس بتدعيم السوق الوطنية بمادة الصفائح الجبسية ذات الخصائص الجديدة في مجال البناء. ينتج هذا المصنع ألواح وصفائح جبسية مقواة بالألياف الزجاجية، تستعمل الصفائح الجبسية في التقسيم الداخلي للبنايات. القدرة الإنتاجية للمصنع هي أكثر من 7000 صفيحة جبسية في اليوم الواحد. بالإضافة إلى دوره الفعال في التنمية الاقتصادية، يسهم المصنع بتقنيته الجديدة هاته في تسهيل عملية إنجاز مختلف البنايات. فيها الليدروفيش كما راكم تشوفوا، هذه الفار فيها ستوندار بلاكا، فيها تركب مالي فامال لسلاكول، حاجة رابيد وفاصيل ومهم خفيفة، مهم الخدام ما يتعبش. اختارينا هذه المادة نربحوا فيها بزاف صوالح، نربحوا فيها الوقت، نربحوا فيها المساحة سيبرفيسي، نربحوا فيها النظافة، نربحوا فيها دراهم. فيها ثاني خاصية مليحة، يعني لي أنتي باكتيري، ما تلايمش الجرات كما نقولوا، سيرتو كي هنا عندنا غادي نتعاملوا مع الأطفال وكاع. كل هذه الصناعات تزيد قيمة إضافية للولاية. في سيدي بلعباس سجلنا كذلك وجود دي كومبلكس، يعني المركبات صناعية مهمة، إذن هذا الشيء كله يسمح لتنويع المنتوج، والمنتوج يكون موجه للتصدير. كما وضع المشرفون على المصنع تأهيل اليد العاملة بعين الاعتبار بإنشائهم لمركز يكون الشباب على استعمال هذه التقنية. وبولاية البليدة تمكن شاب مستثمر من تجسيد مشروعه المتمثل في صناعة الزيوت النباتية والعطرية ليحجز له مكانا في السوق الوطنية بتمويل ومرافقة من الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار. المزيد مع محمد أمين بوتومي. فكرة تقطير الزيوت النباتية والعطرية بدأت تراود حميد أيام دراسته بالجامعة.
الفكرة تجسدت حاليا بعد أن مولت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية المشروع. كانت عندي فكرة تاع تقطير النباتات الطبية والعطرية بحكم الدراسة تاعي، لأني مهندس دولة في العلوم الزراعية، تقربت من مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية البليدة، استفدت من المرافقة. المؤسسة تاعنا هي ثمرة التعاون، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات استفدنا منها طريقة كما يقول لك شريك مالي عن طريق تمويل المشروع. بالنسبة لمحافظة الغابات هي اللي تعطينا المواد الأولية. مؤسسة حميد الناشئة يشتغل حاليا بها 6 أشخاص بعد توسيع استغلال المواد الغابية غير الخشبية. بالنسبة للتموقع تاعنا في السوق، طبعا احنا رانا مؤسسة ناشئة جديدة عندها حوالي عام بالضبط يعني انتاج وعمل. الطاقة الانتاجية تاعنا رانا نعالجوا تقريبا 1 طن نبات طبي يومي، وحوالي 1 طن بذور، يعني من اجل انتاج الزيوت الاساسيه والنباتيه. يعني الطاقه الانتاجيه تاعنا راهي حوالي 2 طن يومي. نجيبوا الماده الاوليه من جبال الاطلس البوليدي، وكاين كاين اصناف نجيبوهم من عند الفلاحين هنايا اللي مجاورين لينا. كاين شي مواد غير متوفره اللي نقدروا نجيبوها من ولايات اخرى. تجربه حميد لاقت النجاح في الظرف الحالي بزيادة إقبال المواطنين على المواد النباتية والعطرية. في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 3 أوت الجاري عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا. ففي إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي بابن محمد المدعو عبد المالك بالقطاع العملياتي لبرج باج مختار بالناحية العسكرية 6. الإرهابي الذي كان قد التحق سنة 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة. في السياق نفسه، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش ببلدية دوار الماب ولاية الوادي مخبأ يحتوي على 40 حشوة دافعة خاصة بقذائف المدفعية و1957 طلقة ذخيرة من مختلف العيارات و408 مفجرات خاصة بالألغام والقنابل اليدوية، بالإضافة إلى مجموعة أجزاء ومخازن وسلاسل ذخيرة خاصة بأسلحة مختلفة وأجهزة اتصال. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين 2 و3 أوقفوا 7 تجار مخدرات وضبطوا 203 كيلوغرامات من الكيف المعالج. حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 15 تاجر مخدرات آخرين وحجز 10 كيلوغرامات من المادة نفسها، بالإضافة إلى 6450 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواح عسكرية أخرى. في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من طمن راست وعين قزام وبرج باج مختار وجنات 126 شخصا وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوءا و33 مركبة و12 مولدا كهربائيا و17 مطرقة ضغط و26 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة، بالإضافة
بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم ضبط 7 بنادق صيد و48 طنا من النفايات النحاسية و15 ألف علبة من مادة التبغ خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من غردايا وإن أميناس وتيزي وزو تيبازا. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب 7500 لتر بكل من تبسة والطارف وسوغاراس وتندوف وبرج باجي مختار. من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 128 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعة بكل من وهران والقالة وعنابة وسكيكدا وشلف، فيما تم توقيف 44 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من تلمسان وغردايا وتندوف وجانيت. في حوار مع موقع سيرما نيوز، أكد وزير الاتصال عمار بالحيمر أمس أن فضيحة التجسس الصهيوني المغربي بيجازوس دليل على أن لا أحد بمنأى عن الجرائم السيبرانية التي تقترفها جهات وأشخاص لا أخلاق لهم، مبرزا أن الجزائر وبحكم قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية والاعتبارات جيواستراتيجية هي أكثر عرضة لهذه الهجمات، وقد تفطنت للتحديات التي يفرضها سوء استعمال المجال الإلكتروني. في ملف الصحراء الغربية، أكد وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سالم ولد السالك أن الأزمات التي يمر بها المغرب مع عدد من الدول الأوروبية على غرار ألمانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي ليست سوى ابتزاز يستخدمه المغرب للضغط ودعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، مؤكدا أن المغرب يواصل ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ليس فقط ضد المدنيين الصحراويين ولكن ضد المغاربة والأجانب أيضا. وبخصوص موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من النزاع في الصحراء الغربية، أوضح ولد السالك أن واشنطن بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليها واجب ومسؤولية لفرض احترام الشرعية الدولية. ميدانيا، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربية بنقاط متفرقة من جدار الذل والعار، مستهدفة قوات الاحتلال بقصف عنيف ومركز حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية. دوليا، سلسلة حرائق للغابات متواصلة باليونان طالت غابة شمال العاصمة أثينا، مما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق جزء من الطرق السريعة التي تربط العاصمة بشمال البلاد وجنوبها كإجراء احترازي مع إخلاء مناطق سكنية وقرى سياحية، فيما تم تجنيد أكثر من 300 رجل إطفاء فضلا عن المروحيات التي تكثف من خرجاتها لإخماد النيران. في أفغانستان، قتل 8 أشخاص على الأقل من بينهم امرأة وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني الليلة الماضية. الهجوم وقع في منطقة شريور بالعاصمة كابول، أعقبه إطلاق نار أفضى إلى القضاء على منفذيه حسب مصادر أمنية محلية التي أكدت سلامة وزير الدفاع وأسرته. وفي مستجدات الوضعية الوبائية عالميا، تمكن الاتحاد الأوروبي من تلقيح 50% من مواطنيه، فيما وصلت نسبة التلقيح في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 70%. وفي الصين، أطلقت مدينة أوهان حملة فحص وتشخيص شاملة لسكانها بعد ظهور بؤر جديدة.
هذا وقد أودت الجائحة بحياة أكثر من 4 ملايين شخص عبر العالم منذ بداية الجائحة. في تسويات رزنامة الجولة 26 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، فاز سهرة أمس فريق اتحاد الجزائر على حساب ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة 0-1 من إمضاء إسماعيل بالقاسمي ليعزز الاتحاد مركزه الرابع رافعا رصيده إلى 59 نقطة، فيما تتواجد الشبيبة ضمن المرتبة السابعة بمجموع 52 نقطة ناقص لقائين. من فرصة أولى في زمن الشوط الثاني، الاتحاد يصل إلى الشباك. من راوغ هنا زواري، ومن تابع القناص إسماعيل بالقاسمي يتألق من مباراة إلى أخرى مسجلا هدفه 14 هذا الموسم بقميص الاتحاد. وبقصر دار الحمراء الذي يحلو لأهل القصبة تسميته حمام الحوتة نختم النشرة. معلم أثري يحاكي الجمال بألوانه وزخرفاته العريقة، وفضاء فني تستغله الفنانة التشكيلية بسمة سادات لإضفاء لمساتها الإبداعية الراقية، تقول حنان بورايو. وحي هذه الصوامع والمآذن بالقصبة العتيقة، استلهمت الفنانة التشكيلية بسمة جمال الزخرفة ورصعت بها ألواح الخشب. فبين جدران حمام الحوتة حديث فني تتقنه الريشة والألوان الزيتية. نحب بزاف يعني كل ما هو ألوان وكل ما هي زخرفة، ودخلت في هذا المجال لا حتى يعني نحطوا يعني لمسات جميلة في لوحات مختلفة، كل هذا يعني مستلهم من الطبيعة، كلها يعني ألوان تعطينا أمل وتعطينا تفاؤل في هذه الحياة. فن جسدته أيضا على سقوف وجدران هذا المعلم الأثري العريق، فلسة الإبداع بعثت فيه الجمال من جديد. قدرت أن نساهم في عمل يعني أسقف في القصبة يعني وترميم أحد المعالم الأثرية، منها يعني حمام قصر الحمراء، واغتنمت يعني فرصة الحجر الصحي قعدت نعمل فيه في هذا الأسقف. زخرفة الخشب من أقدام الفنون الجميلة التي تضفي التميز على مختلف المباني، وفترة الحجر الصحي بالنسبة لهذه الفنانة فترة إبداع وتأمل. نهاية النشرة إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن مخصصا لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام والحالة الصحية في البلاد والتحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة. وضمن جهود مكافحة وباء كورونا، تواصل حملة التلقيح عبر مختلف مناطق الوطن، وكاميرا التلفزيون ترصد مدى الامتثال بتدابير الوقاية في المطاعم والمحلات التجارية. وتحسينا للخدمات الطبية بغردايا، مشاريع هامة لإنجاز 3 مستشفيات و5 عيادات متعددة الخدمات. تقطير الزيوت النباتية والعطرية بالبليدة نموذج ناجح للمشاريع المبتكرة واستثمار واعد استفاد من برامج دعم وترقية المقاولاتية. من وحي القصبة العتيقة، اللمسة الإبداعية للفنانة التشكيلية بسمة تعيد الحياة والجمال لدار الحمراء. شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة، في أمان الله.